مقترح تقدم به أحد طلبة زملائكم، وهو أن نبقي على ربع أو على الأسئلة يفضل أن تكون مكتوبة نجيب عنها في إطار هذا الحيز الزمني المتعلق يعني بتسجيل محاضرة. بتسجيل المحاضرة تكون أسئلة عبارة عن يعني سؤال مكتوب يقرأه علينا أحد الطلبة، يعني يقرأ كل الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة مكتوبة. كنت كلفت الأخ عبيدي عبد العالي في آخر الحصة اللي عنده سؤال مكتوب يحطه في الدرداشة، يقرأ عليا يعني يقرأها عليا عبيدي عبد العالي، ونجاوب عليها في إطار الحيز الزمني تاع الفيديو المسجل. بعد الانتهاء من الأسئلة هذه المكتوبة يعني نقوم بغلق خاصية التسجيل، ثم إذا كان في حاجة دردشة بعد ذلك فيمكن أن نشرحها أكثر يعني في خارج إطار الفيديو المسجل. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم نواصل سلسلة محاضراتنا في المنهجية القانونية، ودائما في إطار مراحل إعداد البحث العلمي، في إطار مراحل إعداد البحث العلمي كما يظهر لكم في هذه الشاشة. كنا تكلمنا على مرحلة اختيار الموضوع، وكذلك الحديث عما يسمى بصياغة أو بناء الإشكالية، ثم المرحلة الثانية اللي هي مرحلة جمع المراجع، واللي تعد يعني كذلك أحد أهم المراحل التي يمر عليها الباحث يعني في بحوثه. كيف ما كانت طبيعة هذا البحث، سواء كان عبارة عن مذكرة تخرج أو مذكرة ماستر أو رسالة دكتوراه، أو عبارة عن مقالات أو مداخلات في مؤتمرات أو ملتقيات دولية وما يسمى بالأوراق البحثية، أو في إطار مشاريع البحث التي يعدها الباحثين يعني كيفما كانت كذلك وضعيتهم البحثية، سواء كان طالبا أو طالبة دكتوراه أو أستاذا باحثا أو أستاذا دائما إلى غير ذلك. فالأمر لا يهم يعني هذا المراحل يعني حتى وإن لم يتبعها الباحث القديم والخبير في مجال البحث العلمي والمتخصص، إلا أنه لا يستغني عن إحدى تلك المراحل أو بعضها، مفهوم؟ عن إحدى تلك المراحل أو بعضها، وبالتالي فهي مراحل مهمة جدا في عملية البحث العلمي. إذن نحاول، تسمعونني جيدا عبيدي؟ مسموع الصوت يا دكتور. في حالة ما إذا كان هناك تقطع أو انقطاع رجاء تنبيهي لذلك حتى يعني يكون التسجيل جيد، يعني حتى ما يكونش فيه أي تقطع. إذن قلت هذه المرحلة هي تعد أحد أهم مراحل البحث العلمي، معذرة فقط يعني في بعض الأحيان نضطر للرجوع وإدخال الزملاء لأنه أعلم جيدا أن هناك بعض الزملاء يجدون صعوبات في الدخول، لذلك نضطر إلى إدخالهم، ولكن في بعض الأحيان ربما بطء الجهاز يعطل نوعا ما عملية الإدخال، يعني بطء الجهاز أو ثقله، في بعض الأحيان الجهاز لا يطفأ لأيام للأسف. إذن قلت
بعد الحديث عن مرحلة اختيار الموضوع والعوامل المساعدة في ذلك، سواء كانت عوامل ذاتية أو عوامل موضوعية وكذا، كيفية طرح الإشكالية على اعتبار أنه الإشكالية هي صيغة أو وجه ثاني لاختيار الموضوع. الآن راح نتحدث على حالة مهمة جدا، كنا تكلمنا عن بعضها يعني في سابقا، وإحنا دائما معليش يعني نقول ذلك على اعتبار لأنه أكدنا وقلنا بأن السلاح، أقول السلاح تقريبا يمكن نقول الوحيد، السلاح الوحيد لرجل القانون أو الباحث في هذا الحقل والمجال القانوني هو المراجع، بمعنى كغيره من الباحثين في ميدان، ربما في بعض، أقول في بعض العلوم الاجتماعية والإنسانية، نقول باللي رجل القانون تقريبا السلاح الوحيد تاعه هو المراجع. ربما لو كان نروحوا لعلم الاجتماع ولا علم النفس، يعني زيادة على المراجع، يعني الوثائق العلمية هذه، الكتب ولا ربما المقالات وإلى غير ذلك، هناك عندهم مصادر أخرى يمكن يعتمدوا عليها دون الوثائق، يعني دون المراجع، وهي الدراسات الميدانية. مفهوم؟ وتعلمون أن الدراسات الميدانية يعني ما تعتمدش على المراجع، تعتمد على يعني الميدان. مفهوم؟ كمثلا دراسات الحالة التي يقوم بها، المقابلات مع ربما من يريدون التعامل معه في إطار إعداد بحث معين مثلا أو إلى غير ذلك. بمعنى الباحثين في تلك المجالات يعني زيادة على المراجع هناك يعني أمور أخرى يستقون منها معلوماتهم، فالمراجع عندهم لا تعد السلاح الوحيد كما هو الحال بالنسبة لنا احنا كقانونيين، احنا ما عندناش شيء آخر، مفهوم؟ وما نتكلمش ربما على ميدان العلوم والتكنولوجيا، وين ربما تعتبر كذلك الوسائل المادية الأخرى و كالإمكانيات المادية والعمل في المخابر وتلك الوسائل التي كالآلات مثلا، ك ربما بعض الوسائل الأخرى اللي يعتمد عليها كثيرا في إعداد بحوثهم، في إعداد نشاطات بحوثهم. لذلك رجل القانون والسلاح قلت الوحيد بتاعه هو الوثائق العلمية وما يسمى باللغة الفرنسية لا دوكيمونتاسيون. وكنا تكلمنا على أنواع هذه الوثائق العلمية أو أنواع المراجع، يعني بصفة عامة احنا قلنا أنواع المراجع قسمناها إلى نوعين، يعني مراجع وثائق أولية أو أصلية ويسميها البعض بالمصادر، ووثائق أخرى يعني غير أصلية، مفهوم؟ ويسموها بالمراجع، عادة يسموها بالمراجع، يعني بمعنى احنا وكأننا الآن أمام يعني نوعين من الوثائق العلمية، كاين مصادر وكاين مراجع، مفهوم؟ هذا بحسب يعني التقسيم المعتاد الموجود في الكتب وكتب المنهجية على وجه الخصوص، وكما هو ربما نقول مشهور بين الأساتذة والطلبة، على الرغم كما قلت أننا ربما فندنا وانتقدنا هذا التقسيم على اعتبار أن هذه الوثيقة العلمية لا يهمنا إن كانت مصدرا أو مرجعا، على اعتبار أن هذا التقسيم في نظرنا تقسيما شكليا، لأن الذي يهمنا هو المعلومة، فهم؟ الذي يهمنا هو المعلومة، فهم؟ والمعلومة كما أكدنا على ذلك في هذه العبارة، لما قلنا أن ما يهم الباحث هو المعلومة الأصلية والتي قد نجدها في المصدر كما نجدها في المرجع، فهم؟ هذه نستروا عليها مليح، لأن الذي يهمنا هو هذا، فهم؟ احنا ما يهمناش قال هذا مصدر وهذا مرجع، أنا ما نروحش نقسم يعني مراجع نتاعي، قال هذه مصادر وهذه مراجع، وهذا التقسيم أنا في الحقيقة لا يفيدني في شيء، لا يفيدني، لأن الذي يفيدني أنا في البحث نتاعي
هو المعلومة في حد ذاتها، وهذه المعلومة هذه كما راح نشوفه من بعد كاين قواعد كاين شروط معينة أثناء القراءة، يعني وين نرجع وين نروح. مفهوم؟ أنا في تبعا لتلك القواعد والضوابط المنهجية الأصيلة أنا أروح للمعلومة، لا يهمني الكتاب هذاك، لأنه ربما قد يكون مرجعا كما قلت سابقا، هو مرجع بالمفهوم يعني هذا اللي الشائع أو المشهور، قد يكون مرجعا ولكن أجد فيه المعلومة، يعني تلك المعلومة الأصلية، وهو مرجع، هو مرجع ولكن فيه معلومة أصلية. بمعنى لما أقول أصلية يعني هو يعني صاحب ذلك المرجع هو صاحبها الأصلي، هو صاحبها الأصلي، ما جابهاش من جهة أخرى. دوك أنا إذا كان كيما هاك علاش يهمني؟ يعني لأنه علاش؟ لأنه البعض للأسف الشديد بعض المنهجيين في بعض المؤلفات لما يقسموا الوثائق العلمية إلى وثائق أصلية أو وثائق أخرى فرعية أو ثانوية، وكأنهم يعطون قيمة أكبر للمصادر منها للمراجع الثانوية، وهذا خطأ، هذا خطأ. لأنه كما قلت الذي يهمنا هو المعلومة في حد ذاتها، المعلومة الأصلية والتي قد نجدها في المصادر كما نجدها في المراجع. إذا حنايا حتى لا، وهذا الشيء أكدنا عليه وقلنا بأنه حتى لا تختلط الأمور على الطالب، على الأقل معليش يعني نحن نؤكد على بعض الطرق المتبعة في تقسيم الوثائق العلمية، وهي هذه يعني تقسيم تلك الوثائق إلى مصادر ومراجع. في تعريف تلك المصادر يقول بأنها تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات الأصلية المتعلقة بالموضوع، وبدون استعمال وثائق ومصادر وسيطة في نقل هذه المعلومات، وهي التي يجوز أن نطلق عليها اصطلاح المصادر، أي أنها تلك المصادر التي قام الباحث بتسجيل معلوماتها مباشرة دون واسطة. وأهم هذه المصادر معروفة القرآن الكريم وبعض تفاسيره، السنة النبوية وبعض شروحها، المواثيق القانونية العامة والخاصة الوطنية والدولية، المحاضر والمقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة الأساسية مثل المؤسسات السياسية التشريعية والتنفيذية، التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة، مشاريع القوانين، الجرائد الرسمية للمداولات الصادرة مثلا عن البرلمان، العقود والاتفاقيات، الأحكام الشهادات والمراسلات، الأحكام والمبادئ والاجتهادات القضائية، الإحصائيات الرسمية. ثم النوع الثاني مراجع ووثائق غير أصلية أو ما يسمى بالمراجع. قلنا هي الوثائق والمراجع التي نقلت الحقائق والمعلومات عن الموضوع محل البحث أو عن بعض جوانبه من مصادر ووثائق أخرى، فهي تلك الوثائق التي تستمد قوتها العلمية ومعلوماتها سواء من المصادر أو المراجع، لأنه هذه كتب ولا المؤلفات اللي نسميها احنا مراجع بحسب يعني ما هو مشهور في بعض الكتب المنهجية، يعني يجيبوا معلومات يعني سواء من مصادر أو حتى من مراجع كما هي، مفهوم؟ سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا، فيعتبر مرجعا من الدرجة الأولى إذا اعتمد في نقل المعلومات من المصدر مباشرة وهكذا. ومن قبيل المصادر الثانوية يعني المراجع مختلف المؤلفات والكتب ذات الصلة بالمجال البحثي، المقالات العلمية التي تتناول جزئيات معينة في مواضيع دقيقة، المذكرات والرسائل والأطروحات العلمية التي تعد وتحضر في المؤسسات والمعاهد الجامعية، يعني قال وتجدر الإشارة إلى أن المصادر أو المراجع لا يمكن أن تنحصر في تلك المتخصصة فقط بالمواضيع القانونية، إذ هناك مصادر ومراجع يمكن لرجل القانون أن يستقي منها معلومات
يدعم بها بحثه، فقد تكون شرعية، تاريخية، فلسفية وغيرها. يعني احنا كقانونيين، يعني لما اقول حتى وان كنت متخصصا، هذا لا يمنع، حتى وان كنت متخصصا هذا لا يمنع من الاستعانة بالمراجع، يعني في تخصصات اخرى. في بعض الاحيان قد تدعم او تدعم، ان شئنا نقول تدعم، معلومات معينه باراء، باقوال، بافكار تاريخيه، شرعيه، فلسفيه، اجتماعيه، ادبيه، الى غير ذلك، شريطه ان تكون يعني قليله، ماشي كل مره. يعني هذا بحث متخصص، بحث تاع قانون، ماشي بحث تاريخي ولا فلسفي ولا شرعي ولا كذا. اللهم نقول شرعي ربما، اللهم الا في بعض فروع القانون كقانون الاسره، وين ربما يكون تكون المواضيع فيه غنيه بالجوانب الشرعيه، غنيه كثيرا بالجوانب الشرعيه، على اعتبار ان قانون الاسره مستمد من الشريعه الاسلاميه طبقا الماده 222، وبالتالي يعني مؤكد جدا ان الذي يبحث في هذا المجال، مجال قانون الاسره، راح يعني يستعين، ماشي يستعين، يعني الكتب تاع المتخصصه اصلا تكون في الشريعه الاسلاميه. فهم كتب المتخصصه اصلا تكون في الشريعه الاسلاميه. اذا لما نتكلموا احنا عن القانون، ماشي قال غير، ربما قد تكون تلك الكتب الشرعيه عباره عن كتب او مؤلفات ثانويه في تخصصات اخرى، في الاداري ولا في الدولي ولا مانيش عارف، ولكن في مقياس كما هذا، كمقياس الأسرة، تكون المراجع الشرعية هي الأصل، هي داخلة في التخصص نتاعو، بالأكثر من حتى في بعض الفروع القانون الأخرى كما القانون المدني، كاين بعض المواضيع فيها تعتمد على الكتب والمؤلفات الشرعية وهكذا. وكما قلنا أكدنا عليها المرة اللي مضت، رغم أننا نعتبر أن هذا التقسيم للوثائق العلمية من التقسيمات التي استقر عليها الرأي في الكثير من الكتابات المنهجية، إلا أننا نرى لا فائدة ترجى من هذا التقسيم، أو لا فائدة تجنى، بحكم ارتباط الباحث بقواعد وضوابط الاقتباس وآلياته، والتي تتحكم في عملية تأصيل المعلومة من عدمها، بغض النظر عن شكل الوثيقة العلمية أو محتواها. بمعنى آخر، أن ما يهم الباحث هو المعلومة الأصلية، والتي قد نجدها في المصدر كما نجده في المرجع. احنا هذه القاعدة نتاعنا اللي نبني عليها أي شيء. دوك احنا لما نقسمه الى مصادر ومراجع، وعلاش؟ واش هي الفائده؟ يعني احنا الفائده الكبيره راهي في المعلومه، فهم؟ الفائده الكبيره راهي في المعلومه، فهم؟ يعني الضاله نتاعنا هي المعلومه. دوك المعلومه الاصليه هذه، ماشي دائما نلقاوها في المصادر هذه التي ربما يدعي البعض انها مصادر، فهم؟ قد نجدها في مراجع. وبالتالي احنا لا يهمنا التقسيم، ما عندناش فايده في التقسيم. صحيح بعض المؤلفات والكتب يقول لك ولكن انا لم ارى فائده من ذلك التقسيم. ما رأي؟ لانه يقول لك هو بحسب يعني بعض الكتب والمؤلفات، يقول لك اهميه تقسيم الوثائق الى مصادر ومراجع، ان المصادر معلوماتها يعني تاخذها من مصدرها، وبالتالي يعني هامش الخطا غير موجود. احنا صحيح، صح، هذا هامش الخطأ، لا ينصرف فقط إلى المصادر. كاين مرجع، مرجع مرجع كاين مرجع هو ليس مصدرا، فهموني مليح، كاين مرجع هو ليس مصدر، انت لما تروح له تدي معلومة منه مباشرة، فهم؟ معلومات تاعه هو أصلية، عادي جدا، هو مرجع، لو كان ما تروحلوش ليه هو مباشرة، تديها على واحد اخر تدي عليه. نفس هذيك الأهمية اللي ذكرتها انتايا في التفريق بين المصادر والمراجع تنطبق هنا، وبالتالي ما وراء الأهمية، مفهوم؟ وضيف إلى ذلك أنه لما تقول لي انتايا، يعني لما تدي المعلومة من مصدر معناتها
والمصدر هذا ليس قرآن، هذه كتب حتى وإن كانت مصدرا. الكثير من المصادر ثبت أنه فيه معلومات خاطئة. إذا يعني ما لا نرى فائدة من هذا التقسيم. لما تقول لي أنت مصدر ولا البعض يجي يقول لك أستاذ صحيح، احنا ذكرنا معليش، الآن احنا ننتقد ما ذكرناه. أنا الشيء اللي هذا اللي سبق، هذا نقلته من المؤلفات والكتب كما يقوله الباحث، يعني هذا التقسيم هذا أنا نقلته من المؤلفات والمراجع، أما المراجع سقلاب وخلاف عباش بعض المؤلف كما هذا الدكتور محمد عثمان، شوف حتى هذا أنه دكتور محمد عثمان الخشت مما يذكره، شوف نقراها لكم هنايا شوية معليش، شيء يقول هو في واحد الكتاب نتاعو، يقول لك لا تجد، ايوه، اذ يقول ان الفرق يعني بين المصادر والمراجع، ان الفرق بينهما اذا كان موضوع البحث بصدد شخصيه من الشخصيات فهو مصدر، اما المراجع فهي مجموعه الدراسات التي كتبها اخرون عن هذه الشخصيه. شوفوا هنا انا في الحقيقه يعني انا لم افهم هذا يعني لم افهم هذا المعنى هذا، يعني ما فهمتش انا. شوف هذا راه كاتبه في الكتاب نتاعو هذا، هاولا في هذا الكتاب فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية صفحة 104، وراه عندي هنا راه موجود في الحقيقة هنايا، وراه هنايا مش عارف فقط باش نوريه لكم، مش عارف على الأقل تشوفوا يعني منهجية. لا غير موجود. المهم هو أنا كان بودي أنني أريكم هذا المرجع هذا، ربما نشوف معلش باش تشوفوا أفضل. الخشت هذا مرجع، أيوه أولا راه موجود هنايا، دوك نروحوا للصفحة هذه، دوك هذا هو الكتاب، قلنا شحال الصفحة 104 ولا ايوه الصفحة 104، دوك تشوفوا هذا الكلام هذا يعني غريب، مثلا هذا غير مثال شوف هنا يتكلم على كذا، ومن بعد يجي هنا يقول لك شوفوا هنايا راكم تشوفوا معايا، المفروض راكم تشوفوا، دوك نكبر لكم شويه المرجع هذا، شوفوا مليح اولا هنايا، شوف شنو يقول هذا الكتاب، يقول لك يجب اولا ان نفرق بين المصدر والمرجع، فهذه مساله يلتبس الامر فيها على الكثيرين، مثلا اذا كان موضوع البحث يتعلق بشخصيه من الشخصيات فإن المصادر تكون هي مؤلفات هذه الشخصية، أما المراجع فتكون هي مجموعة الدراسات التي كتبها آخرون عن هذه الشخصية. يعني أنا في الحقيقة لم أفهم، يعني ما وش ماشي ما فهمتش، أنا فهمت ولكن يعني لا أرى أن هذا يعتبر وجها من أوجه التمييز بين المصدر والمرجع، يعني ما يمكنش تجيب لي مثال تقول لي يعني ها هو الفرق بين المصدر والمرجع. وعلاش قلت لكم انايا يعني سابقا واقولها واؤكد عليها، بان يعني هي متاهه، عباره عن متاهه لما نفرقوا بين المصدر والمرجع، ما عندناش فائده فيها، لا يعني، وعباره عن خوض في مساله لا جدوى منها، لا فائده منها بالنسبة لي نحن خصوصا القانونيين. فهم؟ أنا لما تجي تقول لي القانون يعتبر مصدر، معليش أنا حتى لا أدخل في تفاصيل ذكرناها المرة اللي مضات، أنا علاه نسميه مصدر؟ علاش نسميه مصدر؟ أنا نسميه نص قانوني، أنا راه كرجل قانون حتى حينما أضعه يعني
في قائمة المراجع أضعه تحت عنوان النصوص القانونية، ما نديروش أنا تحت المصادر، فهم؟ ما نديروش تحت المصادر، علاش نديرو تحت المصادر وأنا عندي التسمية القانونية الدقيقة نتاعو اللي هي النصوص القانونية لي تيكست جوريديك، فهم؟ وهذه لي تيكست جوريديك ولي زوفراج ولي زارتيك ومانيش عارف، هذه قاع تدخل ضمن تسمية المراجع تحت عنوان، كل شيء يدخل تحت كلمة مراجع، لأنه حتى كلمة مرجع مرجع، يعني أي حاجة رجعت لها. دوك أنت بغض النظر سواء كان مصدرا أو مرجع لا يهم، لأنه المصدر في حد ذاته يعتبر مرجع. كلمة مرجع راهي كلمة تستوعب كل المفاهيم. قال أنا رجعت لهذا ورجعت للمقال ورجعت للقانون ورجعت للقاموس ورجعت للموقع فلاني تاع الانترنت الى غير ذلك. اذا احنا المعيار نتاعنا هو المعلومه الاصليه والتي قد نجدها في المصدر كما نجدها في المرجع. انا علاش قلت كيما هكذا؟ علاش قلت كيما هكذا؟ لانه في تعريفنا او في تعريفاتنا الاولى للبحث العلمي والمنهجية العلمية القانونية بالدرجة الأولى فهم؟ كلها تصب في هذا المعنى. فهم؟ احنا نرجع للأصل البحث العلمي، وأن تبحث عن أصل المعلومة، هذا هو البحث العلمي. ارجع للتعاريف، أن ترجع إلى أصل المعلومة أو مصدر المعلومة. دوك لما نقول انا مصدر المعلومه، هل مصدر المعلومه شرط اللي نوجدوها في المصادر؟ تجي تلقاها في المرجع، هذا الذي يقال بانه ياتي في المرتبه الثانيه او ثانوي. انا ما يهمنيش انا هذا هو اصلي ولا ثانوي، انا اللي يهمني المعلومه الاصليه، ابحث عنها افتش عنها انقب عنها اتحرى عليها فاجدها، حينما اجدها قال هاي المعلومة، ها شكون قالها؟ احنا هذا هو الذي يهمنا يعني في كل يعني هذا الشيء. هذه النقطة أنا ربما قلتها وأعيدها، علاش؟ لأني رأيت أنها مهمة جدا وأنها تقضي على قشور الفهم، قشور، لانه انا ارى باللي هذه تعالوا نقعدوا في مصدر وكذا، هذه تعتبر قشور الفهم. الانسان لي يعني لما اقول قشور الفهم معناتها يعني انت غير من الفوق راك تفهم، غير من الفوق مازال ما فهمش اصلا واش راه مطلوب منك في البحث العلمي، واش راه مطلوب منك. انا ما راش مطلوب مني انا باش نفرق بين مصدر ومرجع، هذا ليس مطلوبا وليس ذا فائده، ليس ذا فائده. فاذا انا تاعي كباحث نبحث عن المعلومة الأصلية، أنا صحيح هنا يتوقف أي حاجة وراها، سواء وجدتها في هذا الذي يسمى مصدرا أو وجدتها في هذا الذي يسمى مرجعا، أنا نبحث المعلومة. إذا هذه شيء نقطة مهمة جدا، يعني أردت أن أوصلها إليكم وتفهموها كذلك، قمت فهمها بأتم يعني الفهم أو بفهمي الصحيح والسليم، لأنه علاش؟ لأن هذه الفكرة مربوطة بالمفاهيم الأساسية نتاع المنهجية، بالمفاهيم الأساسية نتاع المنهجية. الآن وش هي طرق وكيفيات البحث عن المراجع؟ إذا عملية البحث عن الوثائق العلمية في حد ذاتها تعتبر من قبيل من قبيل العملية البحثية التي يجب على الباحث التمرس عليها والقيام بها شخصيا بالدرجة الأولى لاكتساب قدر من الخبرة في معرفة أماكن وجودها وطرق البحث فيها. أنا لما نقول كما هكذا معنى ذلك أنه عملية البحث إنسان ماذا به الباحث؟ ماشي يقعد في مكانه
وتوصلوا ديك الكتب والمؤلفات ومانيش عارف المراجع والوثائق العلمية، عليه هو أن يتنقل ويبحث عنها. لأنه هذاك البحث والتنقل، مفهوم؟ تنقل من مدينة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، ومن مكتبة إلى أخرى، والبحث، هذه راهي عملية بحث في حد ذاتها، مفهوم؟ ويجب أن يقوم بها الباحث في حد ذاته، اللهم إلا استثناء في بعض الأحيان مانيش عارف فيه بعض الصعوبات ما خلاتش الباحث يتنقل للمكتبة هذيك ولا لهذيك المدينة ولا للدولة هذيك، يطلب يعني بصح، هذا حالة استثنائية فقط، مفهوم؟ لأنه هذا يسمى بحث. البحث يتطلب حركة، مفهوم؟ البحث أصلا كلمة بحث يعني تطلب منك أنك تتنقل وتتحرك، مفهوم؟ ماشي تقعد في بلاصتك وتقرأ المراجع وكتب يجوك، لأنه هذيك العملية، هذيك الحركة، هذيك في حد ذاتها تعتبر بحثا، مفهوم؟ إذا هذه الطريقة الأولى، هذه الكيفية الأولى للبحث عن تلك المراجع، هو أن تتحرك وتتنقل لتبحث عن تلك المراجع، مفهوم؟ تبحث عنها شخصيا. الآن أنا قلت استثنائيا في حالة ما إذا كانت هناك صعوبات خلاتك ربما ما تتحركش، ما تتنقلش إلى ذلك المكان، يمكنك أن تطلب ذلك المرجع يعني بالطرق التي تعرفها، بطرق يعني الخاصة. إذن البحث عن المراجع تكتسي أهمية قصوى في حياة الباحث، ذلك أن مجرد البحث عن الوثائق والمعلومات بصفة شخصية يكسبه خبرات وتجارب تمكنه من التحكم والتعرف على أماكن تواجدها، إذا كان الأمر يتعلق بالوثائق الورقية بالطرق التقليدية. أما إذا كان الأمر يتعلق بمراجع ومعلومات إلكترونية فإن ذلك بات أكثر من ضروري، على اعتبار أن أكثر المراجع اليوم أصبحت تستقى من مواقع إلكترونية. لذلك يشترط في الباحث اليوم إتقان أبجدية الإعلام الآلي ومعرفة بعض القواعد والمبادئ المتعلقة بكيفيات البحث في هذا العالم الواسع. واختصارا يمكن القول أن للباحث مجالات واسعة يمكنه من خلالها اقتناء المراجع، أهمها المكتبات التجارية خصوصا تلك المتخصصة في المراجع القانونية. يعني على الباحث أن يتنقل إلى هذه المكتبات، نقصد أنا نقول المكتبات التجارية يعني مكتبات نتاع البيع، بيع الكتب. فالباحث على الأقل يعني عليه أن يقتني الكتب يعني في مختلف المواد، في على الأقل يعني سواء كان طالب ليسونس ولا ماستر، يعني من الآن إنسان ماذا به يعني كما يقول لك الدور ليكون عنده يلايمه على جهة، على الأقل في كل مادة يشري كتاب، مفهوم؟ يقتني كتاب ويؤسس مكتبة خاصة شخصية في بيته، مفهوم؟ هذا شيء ضروري، شيء مهم جدا، على الأقل في كل مادة، على الأقل يعني قال مادة بديت يعني في المدني نشري كتاب ندسه، قال في التجاري نشري كتاب ندسه، قال في وهكذا، مفهوم؟ على الأقل حاجة، مفهوم؟ ثم كذلك المكتبات التي تتيح إعارة الكتب مجانا أو بمقابل، مفهوم؟ في الجامعات والمكتبات العمومية التابعة لمختلف القطاعات سواء الثقافة، البلدية، العدالة إلى غير ذلك. إذا المكتبات هذه وبالدرجة الأولى المكتبات الجامعية، الحمد لله الآن يعني الفرصة متاحة لجميع الطلبة سواء كان ذلك على مستوى المكتبة المركزية، في كل جامعة الآن موجود ما يسمى بمكتبة مركزية تضم كل التخصصات، وفضلا عن ذلك تجد مكتبات فرعية أخرى ثانوية يعني في كل كلية، في كل كلية تلقى عندها مكتبة خاصة يعني بهذاك الفرع من العلوم، قال كلية العلوم الحقوق والعلوم السياسية، تجد هناك مكتبة مثلا خاصة بالمراجع القانونية والسياسية، وزيادة على هذا والحمد لله يعني حتى طريقة الاقتناء انتاحها، حتى طريقة وكيفية
الوصول إلى هذه الكتب كذلك يجب أن تكون شخصية، يعني دائما نقول شخصية وأؤكد عليها، مفهوم؟ علاش؟ لأنه للأسف الشديد، للأسف الشديد لا يعني لا زلنا نرى اليوم يعني بعض الطلبة، قول بعض الطلبة يعني لا يفقه شيئا في طريقة البحث عن الكتب، ما يعرفش. علاش؟ لأنه ماشي موالف، فمشي موالف هو شخصيا يروح يبحث ويحوس ويشوف وكذا. والآن الحمد لله ماشي كما زمان، ربما صحيح يعني فضلا عن الطريقة ربما التقليدية عن طريق البحث في الوثائق والأوراق، الآن يعني الأمور تيسرت، يعني يمكن للباحث للطالب أن يبحث يعني في الموقع الخاص بتلك المكتبة، على مستوى مواقع الجامعات أو على مستوى مواقع تلك المكتبات. يعني كل الآن كل مكتبة من المكتبات تتيح فرصة الدخول، أو أنشأت أو تنشئ مواقع إلكترونية خاصة وتتيح الفرصة لجميع روادها بالدخول في تلك إلى تلك المواقع والبحث من منازلهم، يعني بلا ما تتنقل. يعني موجود مثلا كما جامعة الأضرار، يعني تا 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 يعني معذرة، فقط بعد الجامعة دخلوا. معذرة، بطء الجهاز ربما يحول دون الإسراع في إدخال بعض الزملاء، فقط اصبروا علينا دقيقة سأحاول. مثلا يعني مثلا لما ندخل موقع تاع جامعة أضرار، تجد يعني تجد مثلا هنايا، وإن كان الأقل يعني هذيرة، يعني أغلب الجامعات الحمد لله الآن تجدها قد خصصت مستودعات خاصة على مستوى المواقع نتاعها، يمكن لأي طالب أن يدخل من خلالها، كما ترون هنا تشاهدون يعني في موقع جامعة أضرار فيه يعني نوافذ خاصة، تشوفوا هنا ما فيه كذلك مستودع خاص في هذا الإطار هنايا، يعني ربما ثقل أو ضعف الشبكة يحول دون ظهورها يعني بسرعة. ما يتعلق بتلك المراجع، مفهوم؟ فيه هنا مستودعات خاصة بالمذكرات والأطروحات وكذا، وهنا هذه المكتبة المركزية إلى ريثما تظهر هنا ستلاحظون. يعني إذا هذا يعني على الطالب أن يعود نفسه بالدخول إلى يعني مختلف هذه المواقع. تشوفوا هنايا مستودع رقمي خاص بالرسائل العلمية، مفهوم؟ يمكن من خلاله يعني حينما تدخلون هذا المستودع اقتناء يعني مختلف المراجع المتعلقة بالرسائل العلمية، سواء تلك التي خصوصا تلك التي نقشت في جامعة أضرار. وهنا يعني بالضغط في هذه النافذة تدخلوا المكتبة المركزية تاع جامعة أضرار، ومن خلالها يمكنكم البحث في كل المراجع الخاصة بالجامعة. شوفوا هنايا زيادة على هذا تجدون المستودع المؤسساتي، الفهرس المشترك الجزائري، البوابة الوطنية للتوثيق، البوابة الوطنية للإشعار. إذا شوفوا هنايا دخول الفهرس الإلكتروني للمكتبة المركزية بالضغط عليه. أنا في الحقيقة من مدة لم أدخل هذا، تبحثون يعني من خلال تشوفوا هنايا مثلا، يعني مثلا نكتب وحداكم هنايا كلمة من كلمات مثلا منهجية، شوفوا منهجية ونديروا بحث مثلا. تشوفوا عبد العالي راه على باله لأنه راه يعني موظف بالمكتبة. أنتم تشاهدون الآن عبد العالي، تشاهد جيدا؟ لا لا استاذ، شاهدوا فقط انا مانيش عارف، اسالكم هل
هل جميعكم دخلتوا لهذا الموقع هذا؟ لا يا أستاذ، ما دخلنا ليه؟ لا شفتوا؟ بارك الله فيك، يعني صراحة هذه معليش مليح، هذه صراحة أنا على بالي باللي أكثر الطلبة ما يدخلوش، مفهوم للأسف، يعني المفروض أنا ماذا بيا شوفوا دوك منا تبحث بهذه الطريقة ونعود أنفسنا. هاك شو أنا كتبت له هنا منهجية، صح معليش هو راح يخرج لك مجموعة كبيرة من الأخرى تشوفوا، بصح معليش نحوس نشوفه، تلقى دكتور، مثلا كتب في المنهجية إذا القانونية مفهوم شو مي كذا، ونشوف حاجة اللي تهمني أنايا في المنهجية شوف دكتور منهجية الرام. نعم عبيدي، إذا تحول لهم هذيك البحث، هذيك اللغة العربية، باش يشوفوا الخانات هذيك، كانت على العنوان وتاع الكلمات الدالة، وكانت على الكلمات راك على اللي هذه هنايا هو هي. ايه لا صح ايه باش تحول العربية واه بارك الله فيك واه ابتشو ها دوك هنايا مثلا انا كتبت منهجية، نكتب مثلا قانون مدني مثلا ونشوفه، يعني انت عندك الامكانية انك تكتب يعني بمختلف، وهذه تحتاج الى ممارسة، يعني انسان لما يمارسها شحال من مرة يوالفها يولي يعرف، يعني بطبيعة الحال راك تشوف هنا عملية بحث ولا بحث متقدم، بحث متقدم عندها تعطيك إضافة يعني تزيد تكتب أمور واحدة أخرى. أنا مثلا كتبت لها هنا قانون مدني ودرت بحث بصفة عامة. هنا لا توجد أي وثيقة، نغير مثلا نكتب ديرها مدني في فقط. الكلمات الدالة يا دكتور، ها؟ ديرها في الكلمات الدالة دكتور. بارك الله فيك. دوك نسيو هنايا خرجت لي مثلا هنايا عبء الاثبات ونقل لي دراسه فقهيه قضائيه للخصم المكلف بالاثبات في المرافعات، كما قلت دكتور ربما نزيدو نسيو كليكي هنايا عليها نكتبوا قانون. العنوان، ايوه صح ما خرجت ليش هنايا نكتبوا مدني مثلا، يعني نجرب بكل الطرق، ما كتبت ليش هنايا، هنا كلمه داله معناتها بدون جمع. في لاباز دو دوني فهم؟ نكتب مثلا هنايا قانون ويخرجوا لي كل ما يتعلق بالقانون مثلا شوفوا هنايا كل المؤلفات مثلا اللي فيها كلمة قانون، شرح قانون الإجراءات المدنية، شرح قانون المدني، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات القسم الخاص، قانون تنظيم وإلى غير ذلك فهم؟ وكما قلت ربما نضغط على واحد فيهم هنايا يعطيني بعض المعلومات، هاي شوفوا يعطيني المعلومات الخاصة بهذا المرجع، العنوان، المؤلف عمار بوضياف، المعلومات تاعو شحال فيه من صفحة، الموضوع، التصنيف إلى غير ذلك فهم، هل هو متوفر فهم، يعني معلومات من خلالها يمكن للطالب أنه هي ما المفروض عبيدي نظن كل الكتب راهي مصنفة في هذا قاعدة البيانات. واه كل مصنف يقدر من لا من هنا يشوف الكتاب رقم نتاعو في المكتبة، الرقم نتاعو ويمشي نيشان بك الإعارة. مباشرة كما قال، يعني لما هاول هنا يعطيك كما قلنا يعني مباشرة تجي هنا تدي الرقم هذا التصنيف نتاعو نظن هذا هو، ويعطوك الكتاب مباشرة دون عناء البحث تما والاكتظاظ وهذاك، من دارك يعني تبحث تخرج المؤلفات لي كوت يعني ما يسمونه بلي كوت وتديه، وهكذا تواليك يعني في كل خلاف فقط يعني بهذه السرعه، والا شوفوا هنا يعني انه ماشي غير هذا، هو هنا عندك هنايا ترجع هنا هؤلاء الصفحات، يعني انه هذه صفحات اتش تي ام ال، يعني هنا عندك هنايا خرج لي 362 تشوفوا هنايا 362 مرجع فيه كلمة قانون مفهوم 362، يعني هنا الصفحة فيها 50 مرجع، في كل صفحة يكون فيها 50 مرجع، أنت تتحكم في الحقيقة في هذا الأخر، وكل يعني الأخر فيه اللي فيه كلمة قانون مفهوم، إذا هذه عمليات ما المفروض الطالب يعرفها مفهوم، هذه يعرفها الطالب من خلال مختلف أو من خلال تجربة ومن خلال ممارسة مفهوم. نفس الشيء بالنسبة يعني للمستودع الرقمي تاع المؤسسة، راه فيه مراجع يعني مهمة جدا فهم، فيه رسائل يعني دكتوراه،
فيه مذكرة ماستر، مفهوم؟ يمكن من خلالها يعني الطالب والباحث تشوف هؤلاء الدخول إلى المستوى. لا أدري إن كان يعني متاح للجامع الآن ولا، لأنه بعض الجامعات يعني تطلب منك رقم أو تعطيك، يعني يجب أن تكون، ولكن نظنك تشوفه هنايا مختلف المراجع الموجودة في هذا المستودع. يمكن للطالب أن يبحث فيها، إيه يمكن للطالب أن يبحث يعني فيها. تشوفوا هنا بعض الأساتذة نتاعنا اللي معنا، مثلا أستاذ بومدين هاولا تجدون هنايا، تشوف لما يخرج لك كل يعني الرسائل اللي كان مشرف عليها الدكتور بومدين مثلا، تشوفوا ها هاولا كتاب، وتنجم تدخل وتحمل الرسالة أو تشوفوا هاولا، شوفوا هنايا مثلا هذا كتاب ملوك مشرف عليه الدكتور بومدين، يعني يمكنك الضغط عليه أولا مثلا وتحميله أولا بي دي اف أولا، مسؤولية المنتج. وهنا دوكرا يتحمل دروك، إذا ما على هو الآن راه يتحمل من المفروض أولا. شوفوا هنايا، شوفوا في الأسفل الآن الملف راه يتحمل، يعني هذه درناها على المباشر فقط يعني حتى تتضح الرؤية جيدا للطلبة نتاعنا في قضية البحث عن المراجع، مفهوم؟ هي الآن عملية ما تحت يعني صحيح، أنا نقول يعني أنه على الطالب أن يعرف بعض يعني بعض المعلومات الدنيا، بعض قواعد مبادئ نتاع البحث الإلكتروني هذا فقط، يعني ماهيش حاجة كبيرة، فهم ليش حاجة كبيرة اللي تتطلب يعني تكوين ولا، ليس مجرد أنه يعود نفسه، يعبد نفسه في عملية البحث الإلكتروني بالدرجة الأولى. لأنه أنا يعني الكلام بتاعي هذا لا يجب أن يفهم يعني بمقصود آخر، لأنه الكتاب تبقى عنده القيمة نتاعو، ولكن لما نقول أنا البحث الإلكتروني هذا اللي رايح من بعد نتكلم عليه يعني بنوع من التفصيل، البحث الالكتروني قلناها شحال من مره، يعني ماهوش معنى ذلك ان المراجع التي نجدها فيها هي عباره عن مراجع الكترونيه فقط، مفهوم؟ الكترونيه لانها موجوده في المواقع الالكترونيه فقط، والا تجد اغلب المراجع اللي تلقاها في المواقع الالكترونيه هذه اغلبها تلقاها مصوره ضوئيا او ذات اصل ورقي. لما نتكلم الآن عن المذكرات والرسائل هذه، الماجستير والماستر والدكتوراه، هذه توجد لها أصل ورقي، ولكن أغلبها الآن الحمد لله يعني مرفوعة في مواقع إلكترونية. وبالتالي يعني علاش حنا دائما نقولوا المرء عدو ما يجهل، العدو عفوا المرء عدو ما يجهل، يعني الإنسان ما يكونش يعرف حاجة دائما يعني يجي ضدها، قالوا دي انتوما صاي وقت هذا لحقنا يعني امور ولات كلها الكترونيه، ولا الانسان يتخلى عن الكتاب. لا، احنا لم نتخلى عن الكتاب، انا لما ندخل الكترون نقرا يعني نقرا واحمل كتاب كتب يعني من الانترنت، هذا ليس تخلي عن الكتاب التقليدي، بالعكس الكثير من الكتب والمراجع نقراها يعني نقراها من فقط تغيير الطريقه فقط، كل ما في الامر ان الطريقه تغيرت، والا احنا شنو ندير لما نستقي المعلومات من الانترنت من مواقع البحث العلمي؟ يعني اغلب تلك المراجع اغلب تلك الدعامات اصلها ورقي، فهم اصلها ورقي. الان انا لما احمل ذلك الكتاب واقراه، يمكن ان اقراه الكترونيا بمختلف الوضعيات، بينما الكتاب الورقي في بعض الأحيان ربما لا أستطيع قراءته، لا أستطيع حمله معي. الإنسان في وضعية السفر مثلا في بعض الأحيان ربما أنت تحمل معك في هاتفك النقال آلاف الكتب ولا تستطيع حملها معك يعني ورقيا، ربما ما تنجمش ترفد معك حتى 10 ولا 12 كتاب، ولكن في هاتفك النقال هذا البسيط يمكنك أن تحمل آلاف الكتب. وبالتالي يعني ايجابيات الان الجانب الالكتروني ربما افضل بكثير يعني من
من الكتب التقليدية هذه الورقية، مفهوم؟ هذا ربما رأيي الشخصي ورأي من لهم ربما باع في هذا الجانب، في هذا الجانب الإلكتروني. لذلك ربما دائما نقول أن المرأة عدو ما يجهل، يجيك يقول لك صحيح خير جليس في الأنام كتاب، بصح ماشي شرط غير كتاب يكون ورقي، أنا راه عندي هاتف نقال فيه كتب، وبالتالي ذلك أنيس لي في كل مكان، نقرأ في الليل وفي النهار. كتاب ما نجمش نقرأه في الليل، كتاب لا أستطيع أن أقرأه في الليل، بينما أستطيع أن أقرأه في الهاتف النقال، أقرأه في جهاز الكمبيوتر، في الوضعيات التي تريح العين أفضل مما ربما أقرأه من كتاب ورقه أبيض يؤثر على العين بالسلب ويؤثر سلبا على العين. إذن يعني نكون شوية يعني منطقيين ونفهم الأمور يعني بي 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 بمعقولية إن شئنا نقول، مفهوم نفهموها. علاش الإنسان دائما لما يكون بعيد على الحاجة دائما يعني يا ينتقدها يا يجي ضدها يا يقول، مفهوم؟ إذن يجب على الطالب الآن، لأنه للأسف الآن الذي ربما نلاحظه الآن في الحياة العملية، وهذه شفناها يعني لدى أبنائنا الطلبة، أنك تجدهم يعني ربما لهم خبرة وتجربة في مجالات أخرى، في الإعلام الآلي، مفهوم؟ في تصفح ربما مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب وشيء من هذا القبيل، ولكنه يجهل للأسف الشديد عمليات البحث عن هذه المراجع والمؤلفات والمعلومات التي تفيده مثلا في تخصصه. تسقسيه مثلا ما يش عارف على أفلام، تسقسيه على ألعاب، تسقسيه ربما تلقاها بطل في هذا الشيء، ولكن لما تسقسيه يعني لقينا هذا الشيء للأسف الشديد، يعني بعض أقول بعض ربما الطلبة. لذلك أنا أوجهكم يعني كأبنائي وبناتي، يعني نوجهكم إلى هذا يعني الطريق السليم والصحيح في ربما في اقتناء وتحصيل هذه المراجع اللي في الآن الحمد لله يعني ربما أصبحت بنسبة كبيرة جدا نحصل عليها ونستقيها من المواقع الإلكترونية، وهذا الشيء يعني مطلوب جدا، مطلوب جدا، بل أصبحنا في بعض الأحيان تعد مقالا أو تعد مداخلة أو تعد ربما بحثا فقط يعني من الإنترنت، فقط من الإنترنت. هذا ليس عيبا، بالعكس كما رانا نقول، بالعكس، و70% ولا 80% من تلك المراجع أصلها ورق، فهم؟ أصلها ورق، فهم؟ وأصبحت الأمور يعني تحدث بشكل ميسر وسهل. الإنسان راك مسافر أنت في مانيش عارف في منا مانيش عارف وين تقطع 1500 كيلومتر، يعني تجد صعوبة في قراءة الكتب أو حتى الكتابة، بينما إذا حملت معك جهاز إعلام آلي كما هذا ربما تاع مانيش عارف 11 12 بوس، يعني يمكن بسهولة أنك تقرأ وتعد مقالا. وأصارحكم أنا شخصيا يعني في إحدى سفرياتي التي دامت ربما ساعات 3 سوايع ولا 4، أعددت مقالا، أقول مقال، درت مقال تاع 10 صفحات، مقال تاع 10 صفحات بجهاز إعلام آلي في الطريق، في الطريق. تخيل أنت بالكتوبة تنجم دير أنت مقال، تنجم تكتب مقال، ما تنجمش، مستحيل، تنجمش تحل أنت كتوبة في الطيارة ولا في البيس ولا مش عارف، ما تنجمش، مستحيل. لذلك وهذا لما نقول هذا الشيء، هذا ماهوش معنى انا راني نقول اللي راه يقرا من الكتب راه غلط، لا بالعكس، ولكن انا لي باش ادعوه الى ان يسهل على نفسه مأمورية البحث، مفهوم؟ مأمورية البحث، لأنه الآن ما نرجع حتى في طريقة من بعد رايحين نتكلموا عليها في طريقة التصنيف والترتيب وتنظيم المراجع، يعني اللي ربما
يجهلها البعض، يعني طرق وآليات يجهلها البعض نتيجة جهله بأبجديات الإعلام الآلي للأسف الشديد. كذلك إضافة إلى أماكن التي نجد فيها المؤلفات والمراجع، قلت يعني الجامعة، في بعض الأحيان مكتبات في قطاعات أخرى كقطاع الثقافة مثلا، تلقى كتب مؤلفات في دار الثقافة، في المكتبة العمومية، في البلديات، في بعض الأحيان كاين بلديات عندها مكتبة يعني خاصة، يعني إلى غير ذلك، مكتبات مجالس القضاء والمحاكم فيه مكتبات خاصة يمكن أن يلجأ إليها يعني رجل القانون، إضافة إلى بعض المكتبات الخاصة بالأساتذة والمحامين والقضاة. يغتنم الفرصة الإنسان إذا كانت عنده معارف في هذا الآخر، يمكن أن يحتك بالأساتذة، بمحامين، بقضاة، لأن في بعض الأحيان توجد عندهم ما لا تجده في أو تعثر عليه في مكتبات أخرى، فالإنسان ينوع. إضافة إلى المواقع الإلكترونية اللي تكلمنا عليها الآن. الآن في قضية الوسائل، وسائل الحصول على الوثائق العلمية وطرق البحث فيها، هي في الحقيقة إما أن تكون بالإعارة، هذا الشيء معروف، يعني تتلفه ولا تعطيه لك الآخر لمدة معينة، أو أن تشتريه وتقتنيه، وهذا كما قلنا مليح، يعني الطالب من دروك معليش احنا بدل ما الانسان يضيع دراهمه وما نشع فيه، نقول نروح نشري كتاب، مفهوم، نروح نشري كتاب ب 50000 ولا 60000 ويبقى عندي ذكرى، مفهوم، ذكرى في كل ماده مثلا نقتني كتاب. الحمد لله يعني شفنا الكثير من الطلبه يعني يشترون كتبا، لان في الحقيقه مهما تكلمنا احنا على الالكترونيك وكذا، دائما يبقى الكتاب الورقي عنده ديك الرمزية، مفهوم، ديك الرمزية العلمية. كذلك فيه طريقة أخرى مهمة جدا، هي طريقة التصوير، مفهوم، أنا أقصد التصوير يعني التصوير العادي للمؤلفات والكتب الآن، يعني وهذه دائما نقولها الطلبة والكثير منا يجهلها، على الرغم من أن الإمكانيات الحمد لله موجودة الآن، الإمكانيات موجودة، يعني لو كنت يا لما تروح المكتبة والعدد محدود في الإعارة مثلا، على بال الأخ عبيدي ربما يعطيك زوج ويقول لك من هنا 3 أيام ولا 4 أيام ولا حتى سيمانة مثلا، مفهوم؟ ف يعني في بعض المكتبات تنجم تخرج زوج تما، تصور الأجزاء التي، أنا ما أتكلم بين قوسين حقوق التأليف وهذاك، هذيك حاجة أخرى، أنا أتكلم مفهوم على اعتبار ربما العملية تتم بهذه البساطة، يعني أنا ما نتكلمش ربما في مجال تاع الآخر، لأنه أنت رايح تقوم بهذا العمل في حدود معينة، أنت ما رايحش، لأنه ما رايحش تنشر هذه الصورة اللي راح تصورها، مفهوم، وإنما لحاجة شخصية فقط، على الرغم من أنه الكثير من المؤلفات خصوصا المؤلفات الأجنبية وبالأخص المؤلفات الفرنسية، توجدهم لما تحل الكتاب الصفحة الأولى يقول لك يمنع التصوير ويمنع كذا ويمنع بدون إذن مؤلفه. احنا في المؤلفات والكتب نتاعنا غالبا، يعني طالما هو إذا كان لدواعي تجارية مثلا كقيام المكتبة في حد ذاتها بتصوير الكتب، هذا لا يجوز، هذا ممنوع قانونا، بصح أنت شخصيا في حدود ضيقة جدا صوروا ديروا في الاخر تاعك باش دير بحث وكذا، فهذا لا أرى فيه مانع، هم لا نرى فيه مانع طالما أنه محدود، فهم، يعني أنت ما رايحش تنشرها، لأنه على بالكم باللي كاين واحد الأمور راهي تصرى في الإنترنت إلى غير ذلك من عمليات ربما تصوير الكتب ونشرها، يعني كاين اللي ما ربما لا يشعر بمسؤولية ذلك العمل الذي يقوم به، على اعتبار أنه عمل يعني يعتبر اعتداء على حقوق المؤلف، ولكن أنا نتكلم على حالة ضيقة جدا، يعني الإنسان تايا المكتبة تعطيك الحق تخرج زوج كتوبة لمدة أسبوع، أنا دوك شندير الحمد لله، يعني كتاب أنا ما غاديش نسحق كاع الكتاب 300 ولا 400 صفحة،
نروح للجزء مباشرة، يعني أقوم بتصوير الواجهة، الفهرس، والجزء الذي أحتاجه نصوره بالبورتابل عادي، يعني صورة فوتو، دير فوتو كما تصور الناس، تصور هذه الصفحات التي تحتاجها. الوقت ضيق، يعني مازال، يعني أنت تقوم بتصوير العادي، ومن بعد نهار اللي تلحق للدار ولا المكان الذي ولا الإقامة ولا تم، عاد دير ما يسمى بالمعالجة. ما أنت الأولى غير تصور كاع الصفحات اللي تحتاجها، بدل ما الكتاب أنت يا هذاك يعني تديه معاك وتضيع الوقت سمانة ومش عارف، عاود رجعه وخرج كتاب واحد آخر غيتم. مفهوم؟ يعني يمكنك، دوك أنا مانيش عارف الجامعة عبيدي إلى هذا الأمر، يعني هل يمكن للطالب أن يخرج مثلا في نفس الوقت يعني 10 ولا 12 كتاب ويبدأ يصورهم ثم ويرجع؟ نورمال عادي، يعطوني يصور عادي. هذه عملية مفيدة جدا للطالب، يعني يدي كتاب يصور هذيك يعني الصفحات التي يحتاجها، تصورها في البورتاب تاعك وترجع كتاب. يعني يمكنك بهذه العملية تخرج 10 ولا 12 كتاب وبلا ما تديهم، راهم في البورتابل نتاعك. مفهوم؟ على بالكم دوك الانسان اللي يعرف كيفاش، الانسان اللي موالف هذا الشيء هذا، يعني يمكنك ان تنشئ مكتبة صغيرة في هاتفك، دير مكتبة صغيرة، فهم؟ استاذ تنشئ ملفات، فهم؟ كرياسيون دي دوسي هنا داخل الاخر، شاك دوسي في كل ملف تضع المرجع هذاك تحطه، فهم؟ تكري دوسي ودير مرجع وتسميه في نفس الوقت، يعني قال هذا المرجع الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، كذا، وفي كل دوسي، يعني شاك دوسي في كل ملف، يعني هذيك الصفحات اللي تحتاجها. وما تنساوش الواجهه لانه فيها اسم المؤلف والعنوان دار النشر البلد السنه وكذا، والصفحات والفهرس. فهم؟ وعمليه بسيطه جدا، ما تديش منك الوقت. فهم؟ وجيت يعني وكتبه ترجعهم للمكتبه، يستفيد منها غيرك، وانت ما تدي الاخر تاعك، وراي فايده ليك انت وفايده للمكتبه، لانه كان اللي بحاجه الى تلك الكتب. انت ما دام عندك هذه التقنيه وهذه الطريقه المتطوره، علاش تضيع يعني فانا اعمل بهذه الطريقه. مفهوم؟ ولما تروح لدارك ولا تروح للاقامه، اللي عنده ميكرو ولا عنده منش عارف، يعني تخدم في غرضك. مفهوم؟ وما تدرش مقلق قال ودي وين ترجع كتوبه، ولا غادي مانيش عارف يعاقبوني ولا ما. يعني اصبحت الان تلك الأجزاء وتلك الصفحات التي قمت بتصويرها وكأنها ملكك، فهم؟ ودير البحث نتاعك بكل بساطة وسهولة. أنا أعلم جيدا أنه قليل اللي راه يدير هذا الشيء، ولا نظن كاع ما كاش اللي راه يدير. كاين واحد فيكم راه يدير هذا الشيء هذا؟ نعم أستاذ كاين، كاين اللي راه يدير هذا الشيء هذا؟ نالو نعم بن زايد، كاين أستاذ، نعم اكيد يدير الشيء هذا؟ ماذا؟ قلت لك راكي تقومي بهذا الاجراء هذا، هذه العمليه هذه؟ نعم يا أستاذ، نقوم بهذه العملية يا أستاذ. يعني تقومين باستخراج الكتب وتصويرها بهذه الطريقه نعم يا أستاذ، نصورها ونديها معايا للدار ونبدأ نكتب يا أستاذ، خصوصا في الكتب الداخلية يا أستاذ اللي ما نقدرش نخرجها. وباقي الطلبة هل تقومون بهذا العمل؟ نعم دكتور نقوم نعم به. أستاذ، اخترت نضطر لهذه العملية نديروها، كي ما يكونش عندنا باش نخرج كتب خاصة في المكتبة الداخلية. جيد، إذا كان هذه الطريقة راكم ديروها حاجة مليحة، يعني على الأقل هي عبارة عن علامة على ربما تحسن عملية اقتناء المراجع، وهذه العملية هذه تنم عن إدراك ومعرفة من طرف الطالب بكيفية وطريقة التعامل مع المعلومات. مفهوم؟ يعني إنسان طالب لما ينوع في كيفيات وطرق الحصول على المعلومة، هذا شيء جيد جدا. مفهوم؟ يخلي
الباحث يولي يتمرس على عمليه التعامل مع المراجع، وهذا شيء مهم جدا. انا علاش وقفت هنا في هذه النقطه وهذه المساله تاع المراجع؟ كما قلنا قبل، لانها السلاح الوحيد الذي يعني يملكه رجل القانون في تخصصه، مفهوم؟ وبالتالي اذا لم نحسن التعامل مع هذا السلاح، انت لما تعرفش كيفاش تستعمل السلاح نتاعك، راهي مشكله، مفهوم؟ تحصيل هاي علمي مشكله تكون أستاذ. عليك. لذلك هذا الشيء مهم جدا. في انا لما نقول لك هو السلاح الوحيد، اذا يجب علينا ان نتوقف عنده، ان يعني ان نشرحه، ان نبينه، ان يفهمه الطالب بشكل جيد. اذا الان وحنا نجاري الوقت، انا ماشي دوك الوقت الناس راهي في ما نش عارف في حاجه اخرى، انا مازالني نخرج الكتاب ونخلي عندي سمانه ونتقلق وين ترجعوه وكذا. علاش؟ ولا كاين اللي يروح يدير له فوتوكوبي، ما بقاتش الان. معليش دوك الانسان اللي ما عندهش ربما مش عارف جهاز في الدار، ولا معليش الا درت له فوتوكوبي عادي، يعني منها تروح تدي له فوتوكوبي عند الاخر. ولكن يعني باش نبقى انايا فقط في الوسائل والطرق التقليديه، فهذا شيء في الحقيقه يعني يعني نقول ينقص من كفاءة وقدرات الباحث في العملية التعليمية. وهذا الشيء هذا ما راهمش يركزوا عليه في المراجع، لأنه أغلب المراجع الآن في الحقيقة يا إما تلقاها شوية قديمة، خصوصا إذا رجعت، لأنه الذين يعتمدون على المراجع الآن يعتمدون على المراجع القديمة اللي ما كانش في ذاك الوقت، يعني لم تكن يعني تتعامل مع هذه المعلومة الآن، اللي أصبحت يعني نتحصل عليها بهذه السرعة، بهذه الكيفية، مفهوم؟ إذا الآن أصبحنا في هذا العصر، عصر الرقمنة، عصر الإلكترونيك، أن نتعامل ونجاري هذا التقنية يعني. وهذا الشيء، وإلا فاتنا القطار. أو إذا كان تبدأ يعني دائما لاصق في الكتاب في الكتاب في الكتاب، يعني غير هو 100%، هذا لن يعني لن سوف يعني لن يقدمك نحو الأمام يعني بالشكل الذي ربما تتقدم به هذه التقنية. إذا نظن وقيل أن توقفوا شوية هنايا لنواصل بعد ذلك، يعني بعد 10 دقائق إذا كان طبيعة الحال. أستاذ، أستاذ، نعم، بن زايد. نعم تفضل. أستاذ، أستاذ تفضلي. بغي نسقسيك سؤال يا أستاذ. نعم تفضلي. أستاذ لاحظت واحد الملحوظة قبل ما تبدأ الحصة، قلت اللي بغى يسقسي سؤال اللي يكتب السؤال ومن بعد في آخر الحصة نعم سؤال انا وتجاوب عليه أستاذ. نعم والمشكل وراء يا استاذ، لو كان انت تلقي الحصه وكاش حاجه ما فهمناها تمتم تفهمها لنا ومن بعد نكملوا، خير من تتراكم لا الاسئله ومن بعد ما يفهمش واحد مليح. معليش، هو شوفي، هو هذا مقترح، هو كان في الحقيقة كان يراودني يعني من قبل، ولكن ذكرني به أحد زملائكم اللي هو حرمة عبد القادر، راه معاكم طالب في التعليقات في الصفحة تاعكم، فربما أعجبت بهذا المقترح. هو شغال قال لك باش، لانه طالما انه هذه الحصص راهي مسجله، فهم، وباش ما يكونش فيها تقطع ولا انقطاع، قال كل مره كذا، فقال يعني مليح لو كان يعني المحاضره، هو شا قال، هو قال المحاضره تكون متواصله، نوقفوا التسجيل ومن بعد نطرحوا الاسئله. انا قلت معليش، يعني انا خديت واحد الجانب من المقترح نتاعو وزدت واحد راي اخر، اللي هو انه معليش يعني المحاضره تقعد كيما هكذا وهي مسجله، الطلبه واش يديروا؟ اللي عنده سؤال يكتبوا في صفحه الدردشه هذه، مفهوم؟ يكتبوا. انا كلفت الاخ عبيدي عبد العالي، بحكم انه يعني كيما انتم الحق الحمد لله يعني
الكثير من الطلبه راهم يداوموا على الحضور معنا، ولكن بحكم انه هو متحكم شويه في الاعلام الالي ودائم الحضور يعني كذا، قلت هو يقرا لي هذوك الاسئله، يقراهم لي بعد النهايه الانتهاء من الحصه، يقرا لي هذوك الاسئله ونجاوب عليهم، يعني باش تكون منتظمه، باش ما نضلش قال لودي واشكون معايا شكون كذا. قال هو لما يقراها قال طالب فلاني ها واش قال، طالب الفلاني ها واش قال، وانا اجيبه مباشره، ومن بعد نقفل التسجيل ونخلو الامور، معليش نخلوها مفتوحه، اذا كان سؤال هكا ولا دردشه على المباشر يعني نجاوبوا عليها، ماشي مشكله. هذيك هذا هو المقترح من باب التنظيم. نعم استاذ ممكن كان اقتراح زعما على هذا الاقتراح اللي درته انت.